الحمد لله حبينو تخدمت من القلب، تراث مغربي أصيل، تراث مغربي أصيل، كلمات منتقية يعني بدقة وبعناية. كنبغي نوجه تحية لأنوار مقدور كاتب الملحن والموزع نوح العبدي، تا هو اللي احتفظ على ذاك اللمسة التقليدية بلا ما يهرسها بالموض يعني الطي. وصلت المغاربة لأن فيها الوترة، مغنية بطريقة مغربية أصيلة ما فيها تشكل مخادشة للحياة، فيها كلام نقي ودارت البوز بلا حتى حاجة، بوز بوزيتيف ماشي بوز نيجاتيف. هادشي كيفرحني بزاف، و كنبغي نشكر الفنانة اللي شكروها منهم الفنان الكبير نعمان الحلو اللي ما كيهضرش على الفراغ ومعروف عليه كينتقد كل شيء. فرحت بزاف ملي عجبته الأغنية وهضر عليها في منبر إعلامي كبير يعني في الأخبار ديال دوزان. فنانة سعيدة شرف، فنانة أسماء المنور، فنان دوزي يعني ولائحة طويلة. ما نكذبش عليك عندي تخوف لأن دابا زادت عليا المسؤولية، أول مرة نحقق هاد النسب مشاهدة كبيرة. بكل صراحة عندي تخوف دائما أنا والمناجر ديالي إدريس، وبيني وبين راسي كنقول زكي الغفري شنو غتقدم مستقبلا، مي غندير في اللي في جهدي وغنخدم من القلب باش ان شاء الله نقدم شي حاجه في المستوى. كاين الاطلاله ديالي ان شاء الله في جينيريك في الاولى في رمضان، جينيريك دمو مسلسل في القناه الاولى مع سعد الله عزيز وخديجه اسد. غنغني الجينيريك ديالو سميتو ماشي بحالهم، وغادي نمثل واحد الحلقه ولا جوج حلقات، وغادي يكون فيديو كليب زوين غيعجبكم ان شاء الله كوميك. Voilà.